لكن انت بدل رجل ما بقى مثلا واحد كلو كل انت اللي راهذا حد يتاكل له ده واحد تاكل له هاي رجل يسكت من معها إن محو هاي جبر كستا يو نين كستا أما لما أنا كستو ده محو هاي إسقبا إن محو هاي حرمها عفماتك إن أي لحريدان سلوس يمكا إن تلوين بدن إذا نوعية أيابي كل كرن طول هذا المهي هو يدي يسدك لو برشدي برشدة مركع على جهة الله يو يمركع هو يدي على جهة الله يو يمركع على جهة الله يو المهابة رونا هانتي دت كينو إسكوميد معها دت قف بس يبودي ورق مع واي دت كقارب وحي أميسيهن إن محو هاي أولاد بدن ده اللي سكح حكسيه أي فائدة ولا هاي إله سبحانه وتعالى ده يسقى وقول ترى قال المها نرت وقت جو إيمانه يو يو ده أنت قف ده قف قاسي ده ود ملا يبا لكن سمهيمة ده أي ولا هذا هاي هو يدا إنه يكل كريسو محو هاي هو يدو حي كسر جدبتي مرحلة ده كل دوين أو أذيا محو هاي حالة كل دوين بهو يدي صامرتي أو هو يدي المردن ب نفتي دي كده كوري ولا هي كأبوري أو مرحلة كويين كنا سكمل معها كويين كقربة صامرة يبقى تأذوين أو يعني قربة حالة كل دوين بمريان كل دوين مرة طبعا مركا حالة هاي كل دوين ومريان هو يدي وحيقول له هاي فائدة وحيهلي ساتشانس مدامو المه هراء أي كلا كرنتي وحيابك كل دوين إني حتى في سكالة هان شركي دي هو يدي وحكود عيا تشينج باكود عيا إني هرمون تشيج كا هو يدي كود عيا وايو حتى شركي دي يسبدل يا وحياب بدن با هو يدي كو إيمان كرا إني مركا وحي سو مري إني كسو كبتو أو المه هنا سي سو كريم في عن أو المه سي سو إن هاي الدريال ونكسن إما كا هو يدي تسالة هان مركا هو يدي مانتا أمشو هادان أفرتن كدب أي المكا قاطو وإلا بيسا المه هرا طبعا حالات كلا لكم إيسا ده المه الدريال كي وهلاي مهلايو قريه تري هوي ده واحد قبته وحياه بدن بي وطعيه واتير كنالشة إن وحياه بي بناي هوي ده قبل نسي قريه هذا النقطة هدي سي جيد النقطة هدي عروتي كلا النقطة يعني يدا دي بقى نفتي دي بقى أقعد كريني أو حالات كأود بدن ده إلى هاي هود طلقة لكن حالات كأود بدن بحيسته مركا هوي ده إلا بيسا المه الدريال مصير نيسا نفتي دي بقى إلا بيسا een muxuu hayaa ilmihii qudhigiisu isaguba een muxuu hayaa faa'iidadii uu dehooyadii ka heli lahaa in ilmaha marka uu ay dehooyadu dhasho ilmaha marka la siinayo naasko kale amba daryeelkiisa la siinayo hooyadu ilmaha way jeclaataa way soo dhaweysaa waxyaabo badan bay siisaa waxyaabii ma helayo waayo kan caloosheeda ku jira ayaan u samaxayno chance ba aanu helinaynin marka gurigii haday noqoto haday awadkii kala noqoto haday xanaaneyntoodii haday bulshadii يعني هويد وحياه بدن يقبصن لهاي حتى ما أودي كرايس أو واحد كريبيا حالة ديك السجن تهاي واي هويد اللي جاي هويد كقربان نختار بق عن أفريا لا تكسع عدد بنختار تيجي أو حنو سنايا مركها رنانتي وحياه بها أي هويد أي أولا هاي إن لك الكريو أديت بيمهي متهاي وأنا وحفي عن إن هويد المها إلهي إذا مكيسة وحيد أنت هويد هاو مش لكن وحوفي عن هل الماء بلا باي الماء بصدح الماء هدي هاي سطع إن صدح ذا الماء أي جس في عنو كرسو في عنو كرسو أدي ديلين أدي لقعان أدي نقطة إن حنانة نقطة أدي وحبرش نقطة يا هدي دري النقطة هو يده فايدو إن أدو بلارن بيقول هذا هاي صلاحنا كله هو يده مركي قاعدة كل كرين صلاحنا كله هو يدي أور بي قاعدي ilmihi baa dhashay marka saynu go hor tagneen hooyada uur labaad qaado ilmi horana ay uga soo kabato waxa muhiim ah inay hooyada contraceptive qaato badana dhakhaatiirtu ay kula taliyaan waliba hooyoyinka inta ugu badan qaliinada loo sameeyo yani inta badan marka qoysko kale uu ku dhisan yahay waxa aaminsan yihiin ba in yani isku nuugan hooyoyin badan waxa jira aaminsan in ilmaha la isku xigsiinaya uu iyaga u fiican yahay noo ma fiicna fasho hooyadani inta muddo ay ku jirtay pregnancy ama inta ay ku jirtay uurka een waxaad ilmo hooyada jirkeeda soo galay wax ka baxsan markaasii normalkeedii ama caadigeedii salaad ilmo qalaad ba soo galaya ilmaha suuxu een hooyada la qaybsanaya een suuxu la qaybsanay nafaqadeeda sidoo kale hormonal change ba dhacayo hooyada change ama isbedelkeedii caadiga ahayd ba imanaya marka hooyadan waxay ku jirtaa een isbedel dheeraad ay ku jirtaa si isbedelkii ay markaa 9ka bilood ay ku jirtay salaad kala xanuun xun bay la imanaysaa hyperemesis wax loo yaqaan walaac oo kale hooyada dhibaatooyin fara badan bay kala kulantaa inay matag fara badan sameeyso in dehydration hooyada ay fuuq baxdo oo mar walba ay matagto cuntana ay qaadan weydo adu dhibaatooyinka ay hooyadu kala kulmaysay intay uurka leedahay in contraceptive ay isticmaasho tabaan marka bulshada badankoodu maxay aad uma jecla contraceptive xagga waliba ragga
ragu waxay jecel yihiin mar walba in maxay ahayd hooyad mar walba ay qaado laakiin faa'iidada hooyada in hooyadana mar walba keenaysa awlaadiyo ilmihiya haddana hooyadu caafimaad qabin caafimaadkeeduna aanu dhammaystirmayn waxa ay jirtaa inaanu markaasi ilmihii dhalanayay yani inta badan marka qoysku kale uu ku dhisan yahay waxa aaminsan yihiin ba in yani isku nuugan hooyooyin badan waxa jira aaminsan in ilmahan la isku xigsiinaya uu iyagu fiican yahay ma fiicna kasoo hooyadani intan muddadan ay ku jirtay pregnancy ama intan ay ku jirtay uurka waxaad ilmaha hooyada jirkeeda soo galaya wax ka baxsan markaasi normalkeedii ama caadigeedii salaan ilmo qalaad baa soo galaya ilmahaas wuxuu hooyada la qaybsanayaa wuxuu la qaybsanayaa nafaqadeysa sidoo kale hormonal change baa dhacaya hooyada chase ama isbedelkeedii caadiga ahayd baa imanaya marka hooyadan waxay ku jirtaa isbeddel dheeraad ay ku jirtay si isbeddelkii ay markaa 9ka bilood ay ku jirtay salaana kala xanuun xun bay la imanaysaa hyperemesis wax loo yaqaan walac oo kale hooyada dhibaatooyin fara badan bay kala kulantaa inay matag fara badan sameyso in dehydration hooyada ay fuuq baxdo oo mar walba ay matagto cuntana ay qaadan weydo aduu dhibaatooyinka ay hooyadu kala kulmaysa inta ay uurka leedahay in kale in contraceptive ay isticmaasho طبعا marka bulshada badankoodu maxay ahayd aad uma jecla contraceptive xagga waliba ragga ragu waxay jecel yihiin mar walba in maxay ahayd hooyad mar walba ay qaado laakiin faa'iidada hooyada in hooyadana mar walba keenaysa awlaadiyo ilmihiya haddana hooyadu caafimaad qabin caafimaadkeeduna aanu dhammaystirmayn waxa ay jirtaa inaanu markaasi ilmihii dhalanayn xataa isaga laftirkiisa abnormality ku dhacayo laakiin inta badan ragu ma aaminsana waxaan kala kulinta la yiraahdo maxaad taa ka leedahay dee waxaan taa ka leeyahay ragguna isku mid maaha in muxuu ahaayee gabar kasta iyo nin kasta amba lamaano kastoo dee muxuu ahaayee isqaba in muxuu ahaayee xarumaha caafimaadka ay la xidhiidhaan si loo siiyo imika talooyin badan oon halkan aanan kasoo koobi karaynin laakiin cisbitaalka amba dhakhtarka ay u tagaan uu si fiican u siinayo ayaa wanaagsan maadaama dee ragguna isku mid maaha de qof baa kula dareemaya xaaladaad ku jirto iyo wixii faa'iido ku ah dadka qaarna barnaamijkaasiba uma dhaadhacsana marka waxaan kula talin lahaa inay muxuu ahaayee tagaan xarumaha caafimaadka ilmahaagu sood u hesho hooyo wanaagsan oo badqabta iyo bulsho fiican ay hooyadaas u soo saartaa si wada jira inaad la xidhiidhaan ood wixii dee ilmahaagana u dana baa hooyadana u dana baa hore loo oran jiray wixii musha u dana ilmahana u dana marka faa'iidada dee hooyadu u leedahay iyo faa'iidada ay u leedahay muxuu ahaayee iyo aabuhu iyo qoyskoo dhammaystirani waxay ku qurux badantahay wada jirka inay si wada jira wixii da ay diintu banaysayna dee way banaysay waxaanay diinteennu banaynina dee inagaaban kaba hadlayninba marka wixii ilmaha u dana baa hooyadana u dana waxaan kula talin lahaa dee ragga badan ed iyaga dee ka mas-uul ah dee qoyskii in iyaguna la fahmaan muhiimadda ay u leedahay inay muhiimadda saaraan kala kurint واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكاش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها